أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً بقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا بقناة الكرمة ببرنامج أكثر من رأي. برنامج أكثر من رأي بث مباشر أسبوعي يزاع على قنوات الكرمة الفضائية العالمية من خلال 14 قمر اصطناعي، وطبعا يعاد مرتين في الأسبوع. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان كيف أميز صوت الله، يعني كيف أستطيع أن أميز صوت الله في حياتي، كيف أميز صوت الله في حياتي. فهذا موضوع طبعا دقيق جدا. كثيرون ربما أخذوا قرارات خاطئة بسبب أنه ظنوا أن الله قد أوحى إليهم بطريقة أو بأخرى، وأخذوا قرارات عشوائية وخطيرة جدا. وفي ناس كتير فعلا كان عندهم شفافية روحية واستطاعوا أن يميزوا صوت الله من خلال عمل الروح القدس في حياتهم، وأيضا من خلال كلمة الله المكتوبة أي الكتاب المقدس. في ناس بيفتحوا الكتاب المقدس عشوائي وبيقول يا رب كلمني، وبيقوم بيقرأ أمر معين وبعدين بيأخذ القرار على هذا الأساس. وهذه غلطة كبيرة جدا، يعني رح نناقشها بنعمة الرب مع ضيوفنا الكرام. معي ضيفين بنعمة الرب، خادم الرب المبارك الدكتور الفاضل الدكتور ناجي إسكندر، وهو زميل الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا، وطبعا عنده برامج متنوعة، برامج علمية مع الكتاب المقدس، برنامج الخليقة أسطورة أم حقيقة. الرب شرفني أني أعمل هذا البرنامج أنا وحضرة الدكتور، 52 حلقة، وحاليا يذاع على قنوات الكرمة الفضائية في كل العالم، وفي برامج كتير يعملها الدكتور. فأنا سعيد جدا أن يكون معي الليلة. أهلا وسهلا حضرة الدكتور، ربي باركك دكتور ناجي. أهلا يا سيس جون، أنا سعيد جدا أن أكون معك في هذا اللقاء الهام. ربي باركك. وأنا كمان فيما الدكتور معايا على سكايب، أيضا بحب رحب أيضا على الهاتف خادم رب المبارك الأسيس الدكتور ناشد غالي ناشد. الأسيس ناشد هو أخ مبارك جدا، طبعا غني عن التعريف، أيضا خادم مبارك جدا وله خدمات عالمية وربع مستخدمه في كل مكان. أهلا وسهلا أسيس ناشد، ربي باركك. طيب اوكي، بنعمة الرب هيتواصل معنا الأسيس ناشد، وحيبقى معنا طبعا هم ضيفين عبر البحار. الرب يساعد ويرتب انه تكون الاتصالات والتواصلات واضحة بنعمة الرب يسوع. اهلا وسهلا دكتور ناجي، ربي باركك ونشكر الرب من اجل حضرتك. اهلا وسهلا يا سيس جون، انا سعيد جدا ان احنا نناقش موضوع عملي هام جدا في حياتنا، ازاي نسمع صوت الله ونستجيب لي. امين امين. طيب حضرتك يعني دائما يعني ممكن انا اخذ من الخدام اللي بيشاركوا معي في البرنامج، اخذ منهم هيك تعليق يعني حوالي دقيقه دقيقتين، كيف ترى الصوره العامه من فضلك لهذا الموضوع، كيف اميز صوت الله في حياتي؟ أول حاجة يا سيدي جون عايز أقولها إن الله بيتكلم. نعم. والله لما خلق آدم وحواء في الجنة عشان يكون له علاقة بيهم. نعم. ولذاتي مع بني آدم، والرب كان بيلتقي بيهم لحد ما حصلت الخطية ودخول الخطية إلى العالم والعصيان. نعم. فابتدوا يختبئوا من الرب وما يسمعوش صوت الرب كويس، وابتدت العلاقة دي تنفصل. فعشان أسمع صوت الرب أول حاجة لازم يكون لي علاقة مع هذا الإله المحب. نعم. وهذه العلاقة بتتم بقبولي للرب يسوع المخلص بموته وفدائه وقيامته. نعم. بعد ما تكون لي هذه العلاقة ساعتها أقدر أبتدي أسمع صوت الرب. نعم. فالرب بيتكلم من خلال حاجات كتيرة قوي، زي ما في رسالة العبرانيين الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. نعم. فالله بيتكلم من خلال الخليقة التي صنعها، ومن خلال الكلمة المكتوبة، ومن خلال الكلمة المتجسد. نعم. الرب يسوع المسيح. فدي الشانلز الأساسية، القنوات الأساسية اللي الله بيستخدمها عشان يكون في حوار بينه وبيننا وعشان يعرفنا فكره وفكر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. نعم. فإذا كنت عايز أسمع صوت الرب علي أكون من مجموعة خائفيه،
لأن الله مش فاتح مكتب استشارات كده لما يكون عندي مشكلة أخبط على الباب وأقول يا رب إيه رأيك في المشكلة دي ويديني حل، لو عجبني أنفذه ما عجبنيش ما نفذوش. العلاقة مش كده بالمرة. نعم عشان أسمع صوت الرب لازم يكون لي شركة معاه مبنية على فداء الرب يسوع لينا. نعم نعم امين. الرب يباركك دكتور، نشكر رب من اجل حضرتك. طبعا انا ممكن يعني امشي انا وحضرتك تدريجيا مع حضرة الدكتور الاسيس ناشد، عندي افكار كثيرة متنوعة، لكن ممكن ناخد تعليق سريع حول فكرة انه حتى بعض المؤمنين دكتور بيوقعوا فيها، بيصير يقول لك مثلا انا يعني صليت ولقيت الرب فتح لي الباب ده وحسيت انه ده من الرب، وبعدين تبين انه طلع مش من الرب. يعني ممكن أيوة. كتير ناس يصطدموا في الأمور دي. ممكن مثلا نحاول نشرح الفكرة، لماذا sometimes أحيانا تحدث هذه الأمور؟ يعني نتوقع الأمور الإيجابية فيكون هناك أمر سلبي؟ في اكثر من مشكله في هذا الموضوع يا سي جون. نعم مرات بتبقى افكارنا الشخصيه هي اللي عايزين ننفذها يس وننسبها الى الرب، yes. ودي مشكله كبيره قوي. يعني احنا رايحين بخطه للرب وبنقول له وقع هنا يا رب بعد صلاتنا عشان ننفذ اللي احنا عايزين نعمله. نعم طبعا دي مش طريقه نعرف بيها صوت الرب، يس لانه صوت الرب ده لخائفين. فإحنا لازم لما نروح لله إحنا مش بنملي إرادتنا على الله، إحنا بنطلب إرادة الله في حياتنا. فإحنا بنقول إنه لتكن إرادتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني إرادة السماء إرادة الله تتنفذ في حياتنا، مش لتكن إرادتنا اللي على الأرض تتنفذ في السماء. فإذا كنا عندنا القلب الطائع وإذا كان عندنا الأذن المميزة هنقدر نتعامل مع هذه القضية. بس عايز أقول حاجة، مش دايما بيجيبها صح. نعم يعني حتى لو غلطنا الله عنده وسيلة يصلح بيها المسار بتاعنا مرة تانية. فمش معنى أن أنا غلطت في قرار أخدته وافتكرت أنه من الرب وطلع أنه مش من الرب أن الدنيا هتقف، لا، يس في فرصة تانية. بيعجبني يا سيس جون جدا في سفر يونان، نعم رغم صوت الرب كان واضح ليونان جدا اذهب الى نينوى وبشرهم، لكنه اتجه في اتجاه معاكس تماما الى ترشيش. لكن في اصحاح 3 بيقول صارت كلمه الرب الى يونان مره ثانيه. فالرب بيكلمنا مره ومرات، فحتى لو اني انا ما سمعتش في اول مره او سمعت وعصيت في اول مره فدي مش نهايه الخط. علي ان يعود مره ثانيه علشان اقدر اتعامل مع صوت الله وافهمه واعيش بمقتضاه. زي ما حضرتك قلت يا سيجون في البدايه، كوني اني افتح الكتاب المقدس واقول انا عايز اعرف فكر الرب النهارده بالطريقه دي طريقه خاطئه جدا جدا. والكتاب المقدس ما اتكتبش عشان يكون حاجه تكشف لنا المستقبل بهذا الشكل. الكتاب المقدس اتكتب عشان يدينا فكر الله الكامل، وان احنا نبقى انتيون مع هذا الفكر، يعني متناسقين مع هذا الفكر، فنقدر نعيش عشان نؤكد الرب. امين. طيب دكتور، يعني نحن فينا نتدرج يعني ببعض النقاط، مثلا انه الله يتكلم للانسان من خلال الطبيعه. الكتاب بيقول لك انه مدركه بالمصنوعات قوته السرمديه ولاهوته. يعني ممكن الانسان يقف ويشوف انه الله عم يتكلم مع الانسان عامه، انه هو موجود، هو الخالق، هو صاحب السلطان. فممكن نشوف مثل ما قلت حضرتك انه الله يتكلم من خلال الكلمه المكتوبه، وايضا من خلال المسيح الذي هو الكلمه الازلي الذي جاء الى عالمنا. والله يكلمنا يوميا، شبه يوميا. في ناس بيسمعوا صوت الرب بطرق متنوعة شبه يومية، وفي ناس يمكن ما بيسمعوش صوت الرب يمكن بالعمر مرة. يعني تتنوع الحالة. بتحب من فضلك تجهز نفسك للموضوع ده حتى أسلم على أرحب بضيفي الأسيس دكتور ناشد، وأرجع مع حضرتك نتكلم بالأفكار دي شوية من فضلك بعد قليل. أمين. أهلا وسهلا أسيس ناشد، الرب يباركك. اهلا بيك يا حضره القسيس، ازاي حضرتك؟ مجدا للرب، شرفت البرنامج القسيس، ربي باكك. ده منور بيك وبضيفك الكريم، الله اهلا بيك. اشكرك. حضرتك قسيس، يعني يا ريت تعطينا من فضلك لو اللمحه الاولى اللي ممكن يعني تعلق عليها من خلال ما سمعت، اذا قدرت سمعت التعليقات الاولى، وبذات الوقت التعليق الاولي من فضلك حتى ناخذ ماذا يريد ان يقوله روح القدس من خلال شخصك.
الله يباركك يا ابونا. حقيقة الله يتكلم، يعني هناخد ازاي بيتكلم ممكن في المرحلة التانية، بس انا دايما اقول انه الله تدرج في اعلان نفسه للبشر بطريقة متدرجة. يعني كان بيتكلم قديما الاعلان العام، الاعلان العام الله تكلم من خلال الطبيعة، اتكلم من خلال الضمير الإنساني. نعم. وبعدين بدأ الإعلان ده يتدرج، فبدأ الله يتكلم بعد كده بإعلانه من خلال الإعلان الخاص فيما بعد. الإعلان الخاص يتلخص في كلامه المباشر من خلال الناموس، وبعدين من خلال الأنبياء، أنبياء الرسل اللي أرسلهم، وبعدين الله تكلم بعد كده في ابنه، الله تكلم في شخص المسيح لينا بأعظم طريقة. نعم. كلم البشر بطرق متنوعة قديما بالأنبياء، وبعدين كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. نعم. فالله بيعلن عن نفسه بكل الطرق، الطبيعة، الفلك يخبر بعمل يديه، الطبيعة بتقول انه في خالق عظيم. نعم. بيقول انه صانع قدير جدا. الله وضع جوه الانسان كمان انه مرات كتير الانسان لا يجد راحته، يفضل يلف ويدور، بس الله وضع داخل الانسان جزء يحتاج دائما دائما الى الله، زي ما قال كده القديس اغسطينوس زمان انه يا الله لقد خلقتنا لذاتك ونفوسنا لن تجد راحتها الا فيك. فعشان كده الله وضع ده جوه الانسان. لكن كمان أعظم إعلان هو كلمة الله. الله تكلم من خلال كلمته، من خلال الخبر الصار، من خلال الإنجيل، لكن كمان تكلم بأعظم طريقة في شخص المسيح. اللي عايز يسمع صوت ربنا بقى، واللي عايز يعرف مشيئته، دي سكة بتتمشي وأقعد معاه عشان أقدر أسمع صوته وأقدر أميز صوته ويكون واضح في حياتي. نعم، أمين. أشكرك جدا دكتور، الرب يباركك، خليك معنا من فضلك على الخط، لأنه حنضل نتواصل مع حضرتك ومع حضرة الأسيس دكتور ناجي. دكتور ناجي، بتحب الموضوع اللي طرحناه على حضرتك نتابعه من فضلك؟ تفضل. أنا عايز الأول يا أسيس جون نتكلم على إعلان الله العام زي ما الأسيس ناشد قال لنا. نعم. وهو في الخليقة. لأنه لما الرسول بولس بيوصف الإعلان العام ده في روميا أصحاح واحد، بنشوف أن تفاعل الإنسان مع هذا الإعلان غريب جدا. فالطبيعة طبعا بتؤكد أن في إله خالق بكل التناسق الجميل اللي بينها، وبكل الدقة اللي مصنوعة بيها، وبتعقيد الحياة والأمور دي كلها. بس لازم نلاحظ حاجة، أن إحنا بنبص على الطبيعة بعد السقوط، فبرغم أن فيها الجمال ده هو، لكن فيها التشوه اللي عملته الخطية. صحيح. وفيها الأمراض وفيها الموت وفيها كل المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي. علشان كده بنلاقي في روميا واحد لما بيقول ان معرفة الله ظاهرة إذ أظهرها لهم، وبيقول ان أموره غير المنظورة التي لا ترى منذ خلق العالم دي مدركة بالمصنوعات، قدرته وسرمدية ولاهوته، بيقول انهم بلا عذر. لكن شوف تفاعل الناس بقى لما شافوا قدرة الله في الخليقة، قالوا إيه بقى؟ لما عرفوا الله لم يمجدوا الله، لم يشكروه كإله، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى. وبعدين في عدد 25 استبدلوا حق الله بالكذب، يعني مستعدين يقبلوا كذبة عن أنهم يقبلوا حق الله. وبعدين عملوا إيه؟ اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق، فبدل ما يعبدوا الله الخالق عملوا أصنام عشان يعبدوها. وبعدين في عدد 28 من أصحاح واحد في روميا، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. فمحدش يقدر يقف قدام الله ويقول له أنت ما كنتش ظاهر لحياتي، أنا ما كانش عندي فرصة أعرفك. لا، الله من خلال الخليقة الرائعة اللي عملها برغم التشوه اللي عملته الخطية زي ما قلت، إلا أنها بتدل على وجود الله الخالق المحب. لكن معرفتي بالله الخالق بس مش كفاية، لأني أنا محتاج أعرف الله الخالق والله الفادي. لأني لما أعرف الله الخالق بس هتكون في مشكلة إن أنا ما قدرتش أحقق المستوى اللي هو طلبه مني. فهنقع تحت دينونة. فأنا عايز أعرف الله الخالق والله الفادي في يسوع المسيح اللي دفع ثمن خطيتي عشان يكون لي شركة معاه. نعم. بعتقد يا سي جون إن دي الخطوة الأولانية الأساسية
في معرفة الله أن تكون لي علاقة به مبنية على غفران الخطايا. نعم. وبعد كده بقى تيجي الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسد زي ما هنستمر في الحوار. آمين آمين، أشكرك جدا. أسيس ناشد حضرتك معايا، عم تسمعني؟ يا أبونا. آمين، الرب يباركك. طيب خليني أنا أدخل على خط شوية كمان جانبي، يعني الله بيقول الكتاب المقدس، الله بعد ما كلم الآباء كما سمعنا من حضرتك أيضا، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما في أنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه إلى ما هنالك. فالله كان يتكلم مع الآباء، يعني مع ما قبل العهد القديم، سوري، ما قبل العهد الجديد، يتكلم مع الأنبياء ويتكلم مع الآباء من بني إسرائيل، كان عم يقصد فيها الوحي. نعم. يعني تكلم الرب مثلا مع صموئيل النبي فيما كان غلاما، ولما تكلم معه وناداه وكان صموئيل غلام ينام في الهيكل لأنه أمه نذرته حتى يبقى هناك ويتربى هناك ويخدم هناك، فبس ما كانش عنده الحكمة، أو بمعنى أو المعرفة الروحية إنه هذا هو صوت الله. فكان كلما نادى الرب ويقول له صموئيل صموئيل، يركض إلى رئيس الكهنة عالي ويقول له ها أنا ذا لأنك دعوتني، يرجع له لا أنا ما دعوتكش، روح نام يا ابني، روح نام يا ابني. بعدين رئيس الكهنة انتبه إنه الله يتكلم مع الغلام. ففينا نقول إنه الله بيدرب الإنسان المؤمن، لأنه بيبقى الإنسان المؤمن نوعا ما كشخص غير ناضج في الإيمان ويتدرج مثلا، وبيصير فيما بعد مثل ما قال الكتاب مدربة الحواس عندهم، مدربة للتمييز بين الخير والشر، وبذات الوقت لمعرفة لا. صوت الله. فينا نشرح الموضوع ده أو نقول إنه هي مراحل مثلا، أو بنفهم في الحال صوت الله. حقيقة حضرة أسيس إنه مهم قوي قوي انه الاساس اللي الله بيكلمنا عليه. نعم. لما اروح ليوحنا 10، طبعا الايه المشهوره في يوحنا 10:10، اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. وبعدين الرب يسوع ينزل في الاصحاح ده بيتكلم عن الراعي الصالح، وحط تعبير رهيب جدا جدا، يقول انه الرب يسوع كان بيكلم الناس اللي موجودين مع انهم كهنه وكتبه وفريسيين عارفين للناموس، لكن الرب قال لهم يعني وهو بيتكلم معاهم في يوحنا 10:25، اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون، الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي. شوفوا عدد 26 يقول ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم. وحط في الحقيقه في 27 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. الأساس في معرفة شخص المسيح أنه أسمع صوته ويسمع صوتي، نمرة واحد أن أنا أكون مولود ولادة حقيقية من ربنا. ليه الرب زمن صموئيل ما راحش يكلم ولاد عالي مع أنه يقول حفني وفنحاس كهنة الرب؟ ليه راح دور على صموئيل؟ لأنه صموئيل جوه عند التابوت وبيحب الرب من كل قلبه. ليه الكتب والفريسين ما كانش سامعين كلام الرب يسوع؟ لأنهم ليسوا من خرافه. فالأساس عشان أقدر أسمع صوته ده محتاج أن أنا أكون حقيقي حقيقي ليا، نمرة واحد علاقة شخصية بالرب، ليا علاقة حقيقية بالرب، بقعد مع ربنا. أنا نفسي أقول هسمع صوته إزاي وأنا معرفوش وأنا ماليش علاقة حقيقية بيه. نعم. لو دكتور سيجون علاقتي قوية بيك وحضرتك كلمتني من تليفون غير تليفونك، نعم، أول ما تقول لي ألو أنا مميز لصوتك، بس أول مرة كنت بتكلمني فيها أقول مين معايا حضرتك؟ تقول لي أنا الأسيس جون من أستراليا. بس بعد كده لما تدربت أن أنا صوتك بقي محفوظ عندي، بيتحفظوا. عشان كده بداية العلاقة أنا لي علاقة تبدأ مع المسيح، وقال كده خرافي تسمع صوتي فتتبعني. ده مش بس سمع، لكن سمع وتبعية كمان. والرب قال كده وانه انه انه يعني في يدي ولا يستطيع احد ان يخطفها مني، ابي الذي اعطاني اياها اعظم من الكل، وقال انا والاب واحد. حقيقه بدايه حتى في حياه موسى لما الرب كلمه من العليقه كان مستغرب جدا ايه المنظر ده وايه الصوت ده واميل لانظر، بس بعد شويه يقول عن موسى انه في خروج 33 عدد 9 انه كان يكلم الرب كما يكلمه الرب كما يكلم الرجل صاحبه. والسؤال هو مين متصاحب على مين؟
موسى اللي متصاحب على الرب، والرب الرب اللي متصاحب على موسى. موضوع كبير جدا جدا. لما ادخل في العلاقة مع الرب الحميمية القريبة، صوته يبقى واضح في وداني جدا جدا، اعرفه من بين كل الاصوات. دي كبداية ازاي اسمع صوته، لابد ان يكون هناك اختبار حقيقي. ممكن الله يكلم واحد خاطئ يكلمه عشان يعرفه بنفسه. يعني زي ما حصل مثلا مع شاول الترسوسي، شاول الترسوسي سمع الصوت اللي معاه ما سمعوش، لكن الله جذب قلبه في الحديث ده. فممكن اللقاء الاول يكون الله بيعرفني بنفسه، وبعدين بتعود على صوته على طول. طيب امين، اشكرك جدا. بنتابع مع حضرتك بعد قليل. دكتور ناجي، مع حضرتك ربي يباركك. دكتور ناجي عم تسمعني من فضلك؟ أيوة. أهلا. بتحب بتزيد نقطة معينة من فضلك إذا بتريد، ولا نقطة معينة طبعاً أنا خلال الحوار؟ لأنه في نقاط بتبقى تطلع معانا فجأة وأنا مش حابب أخسرها. في نقطة معينة بينت مع حضرتك؟ تفضل. أنا طبعاً يعني موافق جداً على كلام القسيس ناشد، وكلام رائع وممتاز جداً. أنا عايز بس أشير لحاجة في يوحنا أصحاح 12. لما جم جماعة من اليونانيين عشان يقابلوا الرب يسوع، وجم لفيلبس، وبعدين فيلبس راح لأندراوس، وأندراوس فيلبس راح للرب، والرب قال لهم الوقت خلاص انتهى، إن لم تقع حبة الحنطة وتموت فهي تبقى وحدها، وابتدى يكلمهم عن الصليب. وبعدين في عدد 28 من إنجيل يوحنا أصحاح 12 في كلمة جميلة جدا جدا بتوضح لنا الموضوع ده. الرب بيقول أيها الآب مجد اسمك، فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. فالله تكلم هنا بصوت واضح، لكن تعال شوف الناس بقى الاستجابة بتاعتهم كان إزاي متنوعة. فالجمع الذي كان واقفا كانوا موجودين وسمعوا، قالوا إيه بقى؟ حدث رعد. آخرون قالوا قد كلمه ملاك. بعد رب قال لهم إنه من ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. فالرب هنا تكلم وقال مجدت وأمجد أيضا. المشكلة إن هم ما سمعوش أو فسروا بطريقة مختلفة، قالوا حدث رعد أو كلمه ملاك، لكن ما سمعوش الرسالة. ودي مرات بتحصل معانا كتير قوي، الله بيتكلم معانا لكن إحنا بنفسرها بتفسير مختلف. عايز أقول مثال بسيط يا سيس جون. انت في الاستوديو اللي انت فيه في استراليا، والاسيس ناشد في القاهره، وانا هنا في اسكتلندا، في موجات صوتيه كتيره جدا حوالينا، في سي ان ان والبي بي سي والموجات كتيره قوي. ليه مش بنسمعها؟ لان احنا مش ما عندناش الجهاز اللي يظبط التردد بتاعه على تردد الموجه اللي جايه عشان نقدر نسمع الصوت. ناخد المثال البسيط ده ونوصله لعلاقتنا مع الله. الله بيتكلم لينا زي ما قلنا من خلال الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسد والطبيعة طبعا. احنا لازم نكون ضابطين الجهاز بتاعنا، لازم يكون عندنا استنارة وعندنا طاعة تخلينا نسمع الصوت ده عشان نلقط الموجة اللي الرب بعتها. لأن كل ما جاء الصوت مجدت وأمجد أيضا، الناس قالوا حدث رعد وكلمه ملاك. فمهم جدا إن احنا عشان نسمع صوت الله، الله مش فاتح مكتب استشارات لما يكون عندي مشكلة أروح له وأخذ الاستشارة وأنفذها وما نفذهاش. الله مش هيتعامل معايا بهذا المنطق أبدا. الله يتعامل معايا لو أنا عندي قلب مطيع ونفس راضية ونفس مطيعة، وعايز أسمع صوته عشان أنفذه. لأن زي ما الأسيس ناشد قال في الآية اللي بيقوله الرب يسوع، بيقول فيها إنه خرافي تسمع صوتي فتتبعني. فالطاعة جزء أساسي من خطة سماع صوت الله. أمين. طيب أشكرك جدا. أتابع مع الأسيس ناشد. حضرة المخرج دكتور ناشد عم تسمعني من فضلك؟ مع حضرتك حضرة أسيس، ربي باكك. طيب يعني الله يكلمنا شبه يوميا إذا كنا فعلا في الحضرة الإلهية، يعني مكرسين جاهزين نسمع صوته. بس أحيان كثيرة ناس كتير زي ما قلت أنه ممكن يقول لك أنا سمعت صوت الرب، وأنا كنت متأكد أنه الموضوع ده أنا كان واضح لدي. وبعدين مثل ما سمعنا من الدكتور ناجي أنه الريسبشن أو يعني الموجة والالتقاط كان مش صحيح. طب وقال الدكتور ناجي أنه ربما تكون بسبب الغايات الشخصية في تأثيرها. عندك مثلا شرح مختلف قليلا أو إضافي مثلا على الأفكار حتى نساعد بعض الأحباء اللي بياخدوا قرارات سريعة جدا وممكن يبتلوا فيها بيطلعوا بيدخلوا في مشكلة كبيرة؟
ايوه نعم حضر قسيس زمان الرب قال لإرميا، وكان وهو بيتكلم مع حزقيال والانبياء، بيقول انا لم ارسل الانبياء بل هم جروا من انفسهم. وراح الرب حط تعبير جميل كده، ان لو وقفوا في مجلسي لاخبروا شعبي. لو هم كانوا قعدوا معايا كنت هقول لهم يقولوا ايه لشعبي. ليه مرات كتير بنروح بكلامنا الشخصي ونقول احنا بنستسهل الرب قال، وفي الحقيقه بيبقى الرب لا قال، وويل لمن قال الرب قال والرب لم يقول. وانا نفسي النهارده حقيقه امشي في سكه مع حضرتك خلال الحلقه دي. هو ممكن الله يكلمني بس انا ما كنتش واخد بالي. يعني مثلا في حديث اصحاب ايوب تصاقلوا عليه جدا، بس لما دخل اليهو، هقول لحضرتك اصحاح مشهور قوي قوي عن تمييز صوت الله في ايوب 33، يقول كده انه في عدد 12 اليهو بيقول له ايه، ها انك في هذا لم تصب، انا اجيبك لان الله اعظم من الانسان، لماذا تخاصمه؟ انت زعلان من ربنا ليه ايوب؟ لان كل اموره لا يجاوب عنها. وراح حط تعبير خطير في عدد 14، لكن الله يتكلم مرة ومرتين، مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. وحط في الإصحاح ده ثلاث طرق شهيرة جدا، ونكمل بعدهم بعد كده إزاي الله ممكن يكلمني وأنا مش واخد بالي. يعني يقولي في حلم في رؤيا الليل، هل الله ما زال يتكلم بالرؤى والأحلام؟ بعض الناس يقول لك الرؤى والأحلام دي انتهت. الله تكلم مع إبراهيم في رؤيا وحلم، الله تكلم مع يوسف في أحلام، الله تكلم مع كثيرين من رجاله، تكلم مع دانيال في حلم الليل في رؤيا الليل، تكلم أيضا في العهد الجديد مع بولس الرسول مع بطرس في حلم في رؤيا الليل، تكلم بأعظم رؤيا في رؤيا يوحنا في جزيرة بطمس. فما زال الله يتكلم بالرؤى والأحلام؟ نعم، ممكن الله يتكلم بهذه الطريقة. لكن مرة تانية يقول ايه بقى؟ يقول في عدد 19 في ايوب 33 19 ايضا يؤدب بالوجع على مضجعه، يعني بالظروف والالام. لما الرب يسمح لي ان اكتاس في منطقه معينه او في ظروف معينه، ايه اللي ربنا عايز يوصله لقلبي؟ ايه اللي ربنا عايز يقوله لي؟ الله عندما يسمح هو يريد ان يقول شيء. لما ربنا يسمح بحاجه معينه، ليه ربنا سمح ليك يا يوسف تخش السجن؟ ليه الرب سمح ليك يا داود انه تمشي في وقت حافي وابنك المنقلب عليك وتعبر الاردن وانت باكي؟ ليه الرب سمح يا بولس انك تخش السجن انت وسيلة وتاخدوا علقة ورجليكم في المقطرة؟ الله عندما يسمح، ليه سمح ليك يا يوحنا تروح جزيرة بطمس؟ الله يريد ان يقول شيء. انا نفسي اسأل كل حد من اخواتي المشاهدين سؤال مهم جدا، ايه اللي ربنا وصله لقلبك ولقلبك خلال الظروف اللي بنعبر بيها والعالم كله بيعبر بيها من خلال الكورونا والدنيا اللي مقفولة من حوالينا؟ ايه اللي واصل لقلبي؟ ايه اللي ربنا عايز يكلمه لي؟ بس في آية ثالثة جميلة، وبعد كده اخد مجموعة تاني من الحاجات اللي الله ممكن يتكلم بيها. الله يتكلم بالرؤى والأحلام، الله يتكلم بالظروف والألام، بس في عدد يعني 23 يقول ايه؟ إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف اللي يعلن للإنسان استقامته. يعني ممكن من خلال الأشخاص المحيطين، واحد من ألف، واحد يرفع تليفون يكلمني مكالمة، رسالة تجيلي من خلال التليفون بتاعي، حد يكلمني من خلال برنامج زي حضرتك، وعظة وأنا موجود في الكنيسة وأنا قدام الرب، الله يبعت صوته من خلال أشخاص محيطين. يبقى الله يتكلم، نعم الله يتكلم بالرؤى والأحلام، الله يتكلم بالظروف اللي بعبر بيها وأحيانا بالألام، الله يتكلم أيضا من خلال الأشخاص المحاطين. بس أنا ممكن ربنا يكون بيكلمني بس أنا مش سامع، بس أنا عايز طريقة معينة أفرضها على ربنا يكلمني بيها. عنده طرق كتير في العهد الجديد، بس أكتفي بدول دلوقتي وأسيب المجال لحضرتك والدكتور. أمين، أشكرك جدا. طيب أحبائي، قبل ما أتابع مع حضرة الدكتور ناجي، بذكر حضراتكم أنه ممكن نستلم من حضراتكم اتصالات من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة، اتصال نسمع آراء البعض، والأحبة اللي عم يكتبوا لنا بالفيسبوك، الرب يبارككم، أشكر الرب من أجل كل واحد منكم. طبعا في رسائل كتير، لكن أنا بهمني أنه يكون في رسالة تتكلم في بتركيز مباشر في الموضوع. مثلا الأخت رباب بتقول الرب يكلم منكسري القلوب،
ويسمعهم صوته المميز في أذانهم، ولا يمحى أو ينسى هذا الصوت، صوت الله، طوال الحياة. الله تكلم مع هاجر لما رأى وسمع آلامها وأنينها، وذكر الكتاب أنه كانت أول مرة يتكلم فيها الله مع هاجر وطلب منها أن ترجع إلى سارة وتطيع طبعا سيدتها. في أحباء طبعا آخرون كتبوا، لكن بحب أنا أسمع من حضراتكم إذا في مجال على الهاتف، إذا في مجال على الهاتف، لأنه الهاتف ممكن ناخد وندي شوية ونسمع تعليقات. وأمين. في ناس كتير طبعا عم بيعلقوا كأراء، يعني ربنا يبارككم وكذا، ربي يبارككم جميعا. وفي أصحاب، في أحباء من أحبائنا غير المسيحيين عم بيعلقوا تعليقات شوية يمكن ما قرأتهاش، بس يبدو أنه سلبية شوية، ما قرأتهاش، يمكن يكونوا كويسين، بس عادة قليل تستلم من أحبائنا غير المسيحيين تعليق إيجابي، قليل قليل، يعني الرب يعطي نعمة باسم المسيح. طيب دكتور ناجي، ربي باكك معايا من فضلك. أهلا. ربي نباكك. طيب يعني بنقدر نقول أنه في العهد القديم الله كان يتكلم مع الإنسان، وبقي أيضا يتكلم الله في العهد الجديد، لكن أيضا الكتاب بيقول برسالة كورنثوس الثاني بيقول وأما نحن فلنا فكر المسيح. فهل نحن بما أنه متصلون بالروح القدس مع المسيح بالمفهوم الروحاني، هل أنه يعني منفكر بما يفكر به المسيح، أو هل المسيح يوحي إلينا، بسموها اللي هي بالإنجليزي تليباثي، تليباثي اللي هي توارد الأفكار، إزاي نحن حنتصرف في العهد الجديد بهذا الموضوع من فضلك؟ طبعا احنا في امتياز كبير جدا في العهد الجديد، لانه الله تكلم في الكلمه الذي صار جسدا، فدي اكبر رساله واخر رساله الله بيقدمها للبشر من خلال الرب يسوع. والرب يسوع وعد انه لما بعد القيامه، انه لما صعد، انه هيرسل موعد الاب، وارسل لنا الروح القدس. فالروح القدس اللي بيسكن في المؤمن يجب ان احنا نديله الفرصة الكاملة عشان نسمع صوت الله. مش معنى ان انا مؤمن وفيا روح الله يبقى انا عندي سوبريوريتي، ان انا فوق الكل، والكلام اللي اقوله ده من الروح القدس، لان الروح القدس ساكن فيا، يبقى خلاص. لا، الروح القدس ده لازم اكون ممتلئ بيه. معناها ايه ممتلئ بيه؟ يعني هو ليه السيطرة في حياتي. لما نقول واحد ممتلئ من الغضب، يعني الغضب هو اللي بيسيطر عليه. ممتلئ من الروح القدس، يعني الروح القدس له القيادة في حياتي. لازم مش أحزن الروح القدس، لازم مش أطفئ الروح القدس. فمش معنى أن الروح القدس معايا ولا أنا فكر المسيح أن الكلام اللي أنا أقوله يبقى وحي. لا طبعا مش وحي، ممكن يكون فيه أخطاء كتيرة قوي. لكن المهم أني أنا أخلي للروح القدس قيادة في حياتي. لما يكون لي قيادة في حياتي، ساعتها لما أقرأ الكلمة المقدسة بنورك نرى نورا، ساعتها ذهني يتفتح على الحق اللي الله عايزني أسلك فيه. فالله عنده الخطة العامة لينا، وعنده الخطة الخاصة لحياتي. الخطة العامة إن إحنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعطاها نسلك فيها في أفسس 2:10. دي الخطة العامة لكل المؤمنين. لكن في خطة خاصة لحياة كل مؤمن، إنه عايز الأسيس جون يكون في أستراليا، وعايز الأسيس ناشد يكون في القاهرة، وعايز ناجي يكون في اسكتلندا. الخطة الشخصية دي بقى محتاجة إني أقعد مع الرب وإني أسمع صوته، وممكن أعمل غلطات في السكة، لكن الرب هيوجهها ويوصلني للصح. عايز أقول موقف أشار إليه الأسيس ناشد من أعمال 16 لما بولس وسيلة دخلوا فيليبي. قبليها بنشوف إن بولس حاول يعني يبشر بالكلمة في غلاطية وكبتوكية ومنعهم الروح. بقى أنا عايز يروح حتة اسمها بيثينية ولم يسمح لهم الروح. فهم كانوا حساسين للصوت الله جدا، فما عملوش رغم إنهم هيروحوا يبشروا، مش بيعملوا حاجة غلط يعني. فالرب منعهم. لكن لما ظهرت لي الرؤية، الرجل المكدوني اللي بيقول له اعبر إلينا وأعنا، عبر إلى مكدونية، ودي أول جزء من أوروبا اللي وصلته كلمة الله. ومن هذا الجزء دخلت كلمة الله إلى أوروبا كلها. لكن في شيء جميل قوي بقى يا سيد جون، إنه بولس لما راح في فيليبي وهو متيقن إن ده المكان اللي الرب عايز يروح فيه، السكة ما كانتش سهلة،
لكن كلها صعوبات. هو عادة لما بيروح للمجمع اليهودي، والمجمع اليهودي عشان يتواجد لازم يكون فيه 10 رجال يهود. نعم. ما كانش فيه هذا العدد، فكان النساء الأتقياء يجتمعوا عند البحر يوم السبت عشان يعبدوا. نعم. وهناك اتكلم مع ليديا، وليديا قبلت الرب وأصبحت مؤمنة. ليديا بقى عايشة في ثياتيرا اللي هي بيثيدينيا دي، اللي هي كان عايز هو يروحها في الأول وما راحهاش لأنه منعهم الروح. فخطة الله إن المنطقة اللي هو قال له ما تتكلمش فيها بالكلمة هتوصلها الرسالة، بس بطريقة تانية، عن طريق فيليبي يس وعن طريق ليديا اللي أصبحت مبشرة بعد كده. فاللي عايز أقوله إن الله أعطانا الروح القدوس وأعطانا الكلمة المقدسة، ولازم نعرف فكرة الله. بس عايز أقول حاجة، إنه عشان أعرف فكرة الله لازم في حاجات كتيرة تحصل في حياتي. طبعا اتفقنا كلنا لازم يكون لي علاقة مع الله. نمرة 2، أكون مقاد بروح الله. يس نمرة 3، ما بطبقش روح الله. لما كل ده يكون متواجد فيا، بنورك نرى نورا بقى، ساعتها الكلام اللي يقولوه لي الرب زي ما رسول بولس قال متحققين، راحوا إلى فيليبي متحققين أن الرب دعاهم لهذا العمل. نعم. ده التأكيد، وده تأكيد شخصي، وما ينفعش أقول للناس أنا خدت التأكيد ده فيبقى خلاص هو ده النهائي. لا، أنا باخد التأكيد وبمشي في سكة الرب، والرب عنده الخطة يوجهني ويغير المسار مرة تانية. آمين آمين. أشكرك جدا أحبائي. رح ناخد مكالمات، معنا مكالمتين من الأخ جورج من أمريكا ومن الأخت نهال من إنجلترا. ناخد الأخ جورج لأنه اتصل بنا أولا. أخ جورج أهلا وسهلا بحضرتك، الرب يباركك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. أخ جورج أهلا بك يا سيس، وأهلا بضيفك الكرام. أهلا بحضرتك، إزايك؟ أنا كويس بشكر ربنا. أنا عايز أتكلم عن مؤمن لي علاقة بالرب. نعم. وعشرة، أنا مصدق إن الرب بيتعامل مع كل شخص بطريقة خاصة، وطبعا يعني في مبادئ كلنا متفقين عليها إنه مفيش ارتباك ومفيش تسرع وربنا مش بيتفاجئ، فمش هيديني سريع. نعم. أنا عندي أسئلة بهذا الصدد، إنه نمرة واحد، لو صارت الأمور هل دي من الرب؟ ولو وقفت وفي عرقلة حصلت يبقى دي مش من الرب، مع العلم انه ممكن يكون في أمانة شخصية لمعرفة رأي الرب. دي أول حاجة بحب أسأل عن هذه الطريقة، يعني تحديدا انه حضرتك تقصد إذا أنا صليت كمؤمن وأنا لما صليت لقيت انه الرب ابتدى يفتح الأبواب، يعني هل فتح الأبواب هو علامة انه الله وافق؟ لأنه ممكن يكون فتح الباب خدعة مثلا، شيطانية توقعني مثلا بمقلب بورطة معينة، هيك قصدك يعني حضرتك؟ بقصد يعني قريب من كده، انه انا ابتديت مشروع او مثلا داخل على خط او زواج. نعم. ولقينا الموضوع مستمر ومكمل، فهعتبر انه ده من الرب يعني. لا، ما هو ممكن يكمل يا أخ جورج. أخ جورج ممكن يكمل الموضوع، يعني ممكن حضرتك يعني شاب عظيم ومؤمن وبتحب الرب جدا، ويمكن معك فلوس، ويمكن لأنه معك مثلا عم نحكي معك جنسية أمريكية، تروح على مصر، تروح على منطقة الصعيد مثلا وتلاقي بنت حلال، وهي شخصيا ما عندهاش مشكلة أنك أنت تكون إنسان مسيحي، بس هي ما بدهاش تعيش بالمسيحية كما يبدو، فكل شيء بتقوله حيقبلوه. هل هذا معناته أنه طريق مفتوح؟ لا، الإنجيل بيقول أنه إذا شخص مكرس للرب لازم يأخذ طرف آخر يكون مكرس للرب. أنا ممكن أتزوج فتاة تكون كويسة كتير، بس هي مش عايزة تمشي معايا في حقل خدمتي للرب أو حقل تكريسي للرب، فأكيد لا، ما هو مش كل شيء مفتوح هو مفتوح. نعم، الموضوع الثاني من فضلك. تمام. الموضوع الثاني من فضلك. بعض الأحيان بيتأخر الرب في الرد، وممكن يكون بسبب ان اذني ثقيله او الامر يعني، والامر بيحتاج لقرار سريع، فهستخدم النور اللي قدامي المتاح ليا من خلال تفكيري وفهمي للمكتوب. هل ده صحيح ولا انا محتاج ان انا اتوقف الى ان اسمع رد، حتى وان كان القرار لازم يكون سريع. اوكي، نقطه حلوه هيدي، رح ناخذها من الاسيس ناشد. نسمع من الأساس. حاجة بس عايز أقولها. نعم.
نعم انه الله، هل الله بيتكلم كثيرا للمؤمن؟ يعني احنا من خلال الكتاب المقدس له المجد، يعني بيتكلم قليلا مع ابراهيم مثلا ما بين الوعد ولقائه علشان يقول له انا هتمم الوعد، كانت ياه سنين. فهل الله فعلا لما يتكلم بيتكلم قليلا جدا؟ ياه نقطة حلوة، نقطة حلوة، وهي دي نقطة حلوة، أسئلة حلوة رائعة جدا. طيب خليني آخذ لك من فضلك، نستمع لرد الأسيس الدكتور ناشد. أسيس ناشد معايا حضرتك؟ الأسيس ناشد معايا؟ مع حضرتك. أوكي. بتحب حضرتك تجيب على الأسئلة دول؟ أنا جاوبت جزئيا على السؤال الأول، هما ثلاث أسئلة بس، هل سمعت كل شيء من فضلك بدقة؟ سمعت السؤال الأول كويس وسمعت السؤال الأخير، السؤال الثاني؟ السؤال الثاني إنه هل عندما يتأخر الرب بالاستجابة أو بالإجابة، يعني جاوبني على أمر معين سألته عنه، هل أستخدم النور اللي عندي وأخذ قرار، خاصة إذا كان الموضوع يتطلب اتخاذ قرار سريع؟ نعم. أوكي. أخوي جورج، أنا سمعت أسئلتك وبشكرك لأنك إنسان صادق، وأنا أشعر بالروح القدس إنك أنت يعني حابب فعلا إنك تكون في خطته ومشيئته. نعم. السؤال الأول، أنا للأمانة يعني بقول لك إنه مش كل موضوع ماشي يبقى من الرب، ومش كل موضوع واقف يبقى مش من الرب. يعني مثلا على سبيل المثال، يونان هربان لقي سفينة طالعة طرشيش ركب فيها، مع العلم انك لما تقرا ملوك الاول اصحاح 10 تلاقي سفينة طرشيش دي بتطلع مرة كل 3 سنين، اليوم ده لقيها طالعة يبقى ربنا موافق. لا، مين اللي قال؟ ومرة تاني بولس يقول كده اللي بتوع تسالونيك، مرة ومرتين اردت ان اتي اليكم لكن منعنا الشيطان. فممكن تبقى إعاقة، لكن ازاي اعرف انه الموضوع ده من الرب؟ من القعدة قدامه، من الصوت اللي انا بسمعه. السؤال الثاني في الحقيقة يا اخوي، انا بقلق كتير من المعطيات اللي انا حوالي انه انا اخد قرار أما حضرتك يا ابونا. بس سؤال قبل ما تروح على الثاني، هل انه اذا صمت الله ولم يجيب، هل صمت الله يجب ان اعتبره انه اتمهل وانتظر مثلا؟ يا ريت تكمل. طبعا بقى. طبعا اتفضل. صمت الله ده اجابه، عندما يصمت الله يعني ده اختبار ليا، لما هو يقف انا اقف ولا اتحرك؟ كان الرب يقول للشعب زمان وهو ماشي كده ان حيثما حلت السحابه تحلون، يوما يومين او اسبوع او شهرا او سنه، هتمشي من غير صوت ومن غير السحابه، تفقد الارشاد وتفقد العنايه وتفقد كل حاجه. عشان كده انا دايما اقول لما ربنا بيسكت مرات، يعني حضرتك الا اعتبر انه 13 سنه دول في حياه يوسف كانوا صمت؟ هو كان صمت شديد جدا. كان الله يعد في أوقات كتير يعني مثلا إبراهيم بعد 10 سنين من الوعد بتاعه، الرب وعده سنه 75 وهو 85، الرب ما جاوبش، أخذ بناء على طلب سارة أخذ هاجر. إسماعيل جه 86 من عمره، وإبراهيم سنه 99 سنة الرب جاله وقال له أنا الله القدير، أنا الله القدير، سير أمامي وكن كاملا. وراح الرب قال له كده، بسارة يدعى لك نسلا. إبراهيم الوعد بتاعه اتحقق وهو عنده 100 سنة، فصمت الله لوقت معين ده إجابة. والله ممكن يكون ده امتحان ليا. هل لما يصمت الرب أنا هتصرف بإرادتي الذاتية ولا هفضل مستنيه؟ يعني إبراهيم لما تصرف يا دكتور، تصرف وأخذ هاجر بمشورة من سارة، جاب على نفسه مشكلة وصار في انشقاق في العائلة ومشاكل واضطرابات. فأنا دايما أقول كده. يعني واحدة من الطرق الجميلة يا دكتور اللي ربنا بيتكلم بيها قوي، وأنا بعتبرها للأمانة يعني واحدة من الطرق العالية للمؤمنين الناضجين، عبرانيين 5:14 لما يقول إيه؟ يقول كده، أما الطعام القوي فللبالغين. مين البالغين دول أو الناضجين؟ الذين بسبب
أمرن، التمرن أي كثرة التدريب. نعم. صارت لهم الحواس مدربة على التمييز. أنا دايما أقول كده بين الخير والشر. دول عندهم لو جاز لي التعبير الإيريال بتاعهم مرفوع، فبيلقط الإشارة على الشعراية، يعني عارف ربنا عايز إيه. فأنا نفسي أقول لأخويا جورج لما ربنا يتأنى عليك استنى، ما تحركش إلا بصوت واضح قوي. انا افضل ليا ان انا اجل موضوع مستعجل وقت 2-3 اسبوع وانا قاعد قدام ربنا. وانا اتعودت طريقة في الحقيقة، لما احب اسمع صوت ربنا اقفل على نفسي واقفل موبايلي واقعد قدام ربنا واقول له انا مش متحرك من قدامك لما تكلمني. هو كأب بلا شك ان هو هيجاوب عليه. الحاجة الثالثة في الحقيقة، الحلقة الثالثة دكتور بدي خليها لمرة ثانية، بتعرف ليش؟ حتى ما نسلقهاش سلق، لازم ناخد فيها شوية وقت، لأنه معانا الأخت نهال بقالة عم بيقول المخرج بقالة 10 دقائق على الخط. رح ناخد الأسئلة منها نحولهم للدكتور ناجي، وبعدين نرجع لحضرتك ونضيف بعض الأشياء على السؤال الثالث، لأن السؤال الثالث حلو كتير، لأنه هل الله يتكلم كثيرا للمؤمنين؟ لأنه بالعهد القديم كان يتكلم قليلا قليلا وبفترات طويلة. يا ريت نخليه بس نرجع لحضرتك بعد قليل لو سمحت. أمين؟ أمين يا دكتور. أمين ربي باك. أخت نهال ربي باكك، حضرتك اتأخرنا عليكي، معلش سامحينا. حضرتك معنا على الهواء، اتفضلي. لا مش مهم يا حضرة القسيس، هبعت الفاتورة لحضرتك. ربي باكك ربي باكك. لا أنا متمتعة جدا. سلام ونعمة لحضرتك يا سيجو. سلام ونعمة. ضيوف غاليين على قلب الرب، رجال الله الأتقياء بجد، يعني حضرة القسيس ناشد ودكتورنا الغالي الدكتور ناجي، جبابرة يبارككم جميعا. جبابرة جبابرة حلوين، نشكر الرب. جبابرة فعلا. وبأمانة عايز أقول ما زال هذا البرنامج متربعا على عرش قلبي، لأنه فريد من نوعه وغني بآراء قيمة وعبارة فعلا عن فتح صندوق لكنوز من كلمة الله الحية الكتاب المقدس. وموضوع النهاردة هو فعلا عملي جدا، لكن في نفس الوقت شائك جدا، سماع صوت الله. وخلينا نتفق في البداية انه الله ليس إله صامتا ولا ميتا، لكنه حي، وبما انه حي إذن هو بيتكلم. حضرة القسيس ناشد قال ان صوته كان متدرجا من العهد القديم عن طريق الضمير، لكن كلنا اتفقنا في كلامنا انه الله اتكلم لنا في العهد الجديد من خلال ابنه الرب يسوع لكل المجد. سؤالي هنا مركب الحقيقة من كذا شق. لو أنا من ديانة أخرى، ده الشق الأولاني، ليه أسمع صوت الله من خلال ابنه؟ لو أنا مسلمة مثلا، ليه بتحدوني أني أسمع صوت الله العظيم ده من خلال يسوع فقط؟ ده الشق الأولاني. الشق الثاني، حضراتكم قلتم أن اللي يقدر يسمع صوته هم بس خرافه أو أولاده. كنا كلنا أولاد الله، والله لا يفرق بين إنسان وآخر. ليه برضو حضراتكم حديتوا الله وخلتوه كما لو كان عنده خيار وفقوس، يتكلم الناس وما يتكلمش الناس؟ والشق الثالث هو مهم جدا ويهمنا كمؤمنين وأولاد لله. لو حصل أن الله بيكلمني وأنا فعلا بعرف أميز صوته، لكن للأسف بعصاه ومش بطيع ولا بنفذ اللي بيطلبه مني، سؤالي هنا، هل الله هيستمر في كلامه ليا regardless of my disobedience، يعني بغض النظر عن عدم طاعتي، ولا هتصبح كلمة الله عزيزة ونادرة؟ و يعني نفسي أقول هل حضرتك يتكلم معايا لآخر عمري؟ وآخر حاجة، هل حضراتكم لما بتقولوا من حقك ابن مؤمن أنك تسمع صوت الله لأن روح القدس ساكن فيك، هل حضراتكم تقصدوا أن الصوت ده مسموع في وداني؟ وإزاي أفرق بينه وبين صوت الضمير اللي جوايا؟ وربنا يبارككم. طيب زيها مبارك اسم الرب، امين هاليلويا. طيب بنعمه الرب يسوع المسيح، بتمنى انه يكون الدكتور ناجي سمع الاسئله الثلاثه، ويا ريت الاسيس ناجي بس يقول لي ايوه انه واضحه كانت حتى نتواصل مع حضرتك. موضوع طبعا متفرع شويه بس بنعمه الرب حنعلق عليه. فاذا بنعمه الرب يسوع المسيح احبائي،
سمعنا التعليقات الأخت نهال، رح نسمع بنعمة رب الدكتور ناجي. حضرت المخرج ممكن نتواصل مع الدكتور ناجي من فضلك؟ طيب أمين فضل. أنا سامع سامع تمام. لو حضرتك بتحب تجاوب على الأسئلة دول، يعني مش ضروري بإسهاب طويل بس باختصار من فضلك حتى نتابع موضوعنا من فضلك. تمام نعم. شكرا يا أخت نهال. أنا عايز أقول أني ما فيش ديانات في ديانات كتيرة في العالم، لكن تقدري تقسميهم لمجموعتين. مجموعة إن الله بيجي للإنسان، وده اللي بتقدمه المسيحية. الديانات الكتيرة الأخرى الإنسان بيحاول يرضي الله بشوية تصرفات وأفعال. الحكاية دي ما بتوصلش لله، لأنه بتكون المشكلة إن ما فيش سفك دم وما فيش غفران. فإحنا كلنا أولاد الله بالخليقة طبعا، وهو ما فيش عنده خيار وفقوس زي ما قلتي، وهو كلنا متساويين أمامه. لكن في نكون أولاد الله بالتبني بيسوع المسيح، بقبولنا للرب يسوع المسيح. فبالنسبة للشخص اللي بعيد عن الرب يسوع المسيح، الله بيكلمه بس بيقول له تعالى عشان تكون في العائلة بتاعتي، ولو بيستجيب هيبقى من عائلة الله. الله مش بيفرق بين أي حد من البشر، لكن في نفس الوقت بيدعو الجميع عشان يعرفوا الحق. في نقطة تانية اتكلمتي فيها، لو العصيان. طبعا لو أنا بعصي الله، الرب يعني لطفه وإمهاله هيكمل معايا سنة. لكن زي ما قريت في روميا 1:28 لما بيقول لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. ففي مشكلة إن أنا لا أستهين بلطف الله وإمهاله، عالما أن لطف الله إنما يقتدني إلى التوبة. فأنا لو هعصى الله برضو عنده مراحم وهيكلمني تاني وتالت ورابع. لكن في مرحلة لو أنا مصر على العصيان، الله مش هيمبوز عليا، مش هيحطني بصورة ديكتاتورية ويقول لي نفذ اللي أنا بقوله لك. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. الجزء الأخير اللي عايز أعلق عليه بسرعة هو صوت الضمير والروح القدس. إيه العلاقة بينهم؟ كل البشر عندهم الضمير لأنه دي ختم الله جوانا كلنا. لكن في واحد شبه الضمير بحاجة جميلة قوي، قال لك إنه كأنه الإزاز، الشباك بتاع الأوضة، الإزاز اللي بيدخل لي ضوء الشمس عشان يوريني النور جوا الأوضة. لكن ممكن الإزاز ده يكون وسخ جدا 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 لدرجة أني أشعة الشمس مش قادرة تخترق وتوصلي. ده الضمير الموسوم، يعني أنا ممكن أأثر على ضميري وأنيمه. المؤمن عنده حاجة أحسن من كده، عنده روح الله القدوس اللي هو سنستيف، متأثر جدا بأي خطأ، لأن الروح بيبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. فالمؤمن عنده جهازين، أو الضمير اللي موجود عند كل البشر، لكن مش ده المقياس بتاعنا دلوقتي. المقياس بتاعنا هو روح الله والمستوى اللي الله عايزني أعيش فيه، وده أعلى كتير من مستوى الضمير العام. دي تعليقات بسيطة على أسئلتك يا أخي. آمين، أشكرك جدا. طبعا يعني أرجع بعد شوية من فضلك على حضرتك أتابع مع الأسيس ناشد. ربي باك أسيس ناشد، حضرتك يا ربي نباكك. طيب السؤال الثالث هو أنه الله بالعهد القديم كان لو قرأنا معاملاته مع الأنبياء ومعاملاته مع حتى يعني إبراهيم ويعقوب وأسحاق، كان يعني يتدخل بفترات يعني طويلة شوية. هل أنه نحن في العهد الجديد معقولة نقعد نسمع صوت ربنا كل شوية وكل شوية؟ يعني مثلا موسى كان كلمة الله بيقولوا عنه أوكي، وكان الله يكلمه، وربما كان الكلام مستمر لأنه كان في ضرورة للخدمة. خدمة موسى كانت كتير لها تأثير لأنه كان عم بيأسس خدمة الشريعة وتأسيس الكهنوت وغيره. بس نحن في العهد الجديد لازم نسمع صوت الرب باستمرار، أو أنه مسافات بعيدة، وإزاي ولماذا مثلا؟ تفضل. هو حضرتك، انا بس عايز افرق بين حاجتين مهمين قوي قوي. نعم. انه انا اسمع صوت ربنا في ازمه او مشكله او مفترق طرق، اسافر ولا ما اسافرش، اتجوز دي ولا دي، ابدا مشروع ولا ما ابداش. يس. دي قضايا انا عايز فيها راي ربنا، بس انا عايز افرق بين موضوعين كبار. ان انا رايح لربنا في وقت من الاوقات عشان اطلبه في ازمه يشير عليا، وبين انه انا بيني وبين بابا علاقه شخصيه حميمه. حلو. وده موضوع كبير، لانه لو انا بصيت مثلا على واحد زي مثلا داود،
رغم ان كان في حاجات في حياه داود والوحي سطرها لينا، لكن الراجل ده كان كل يوم يقول للرب الصبح اشبع اذا استيقظت بشبهك. حلو. وكان يجي بالليل يقول له بسلامه الضجع بل ايضا انام لانك منفردا بي في طمانينه تسكنني. الصبح يقعد معاه وبالليل، وكان شعاره الدائم جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. فالصبح معاه بالليل معاه طول النهار قدامي، دي اسمها العلاقه الشخصيه. ربنا مش بتاع ازمه، يعني ايه؟ يعني هو المشكله عند الناس ايه؟ انا عايز اسمع صوت ربنا في الازمه. دي اكبر ازمه بقى. دي اكبر ازمه، ان انا ما اروحش لربنا غير لما اتزنق، عارف لما يكون لي طلب او مصلحه. طب انا الدنيا ماشيه معايا كويس وماليش طلبات، اعمل ايه؟ فهو لو انا مثلا متعود على صوت الله وبقعد مع الرب اوقات كبيره ويجي عندي وقت في ازمه، ما طبيعي انا بتقابل معاه كل يوم، فهو هيشير عليا وهيقول لي يعني انا بحب دانيال جدا جدا. دانيال لما صدر الامر في دانيال 6 انه اي حد هيصلي لحد غير الملك خلال 30 يوم يلقى في جب الاسود، فيقول لك ايه؟ لما علم دانيال بامضاء الكتابه ذهب الى بيته واكواه مفتوحه في عليته. حلو لفظ عليه ده، علية ده الراجل ده عنده علية، ده مكان بيتقابل مع فيه يوميا مع ربنا. طب يا دانيال انت عارف الكتابة؟ قال طب عديها يا دانيال، عديها كده الشهر ده. يعني احنا عندنا مؤمنين بيعدوها شهور وسنين، عد الشهر ده وطي خلي الريح تعدي. قال لا، انا كاتب في كتابي يا دكتور على الآية دي، دانيال فضل ان يقضي ليلة في جب الاسود عن ان يقضي ليلة بلا صلاة. حلو، انا هنزل الجب الليله بس ما عنديش استعداد اقضي ليله ما اقعدش معاه. وده المفاجاه الحقيقيه، دي المفاجاه الحقيقيه. ان انا يكون لي علاقه شخصيه يوميه. مش علاقه الازمات بقى والحق وطب يمين ولا شمال، لا دي اسمها علاقه المصلحه. لكن انا لو عندي علاقه دائمه بالله وقت ما تحصل الازمه مش هيكون عندي مشكله. زي ما قال لموسى كده خلاص يا موسى وجهي يسير امامنا، قال له لا دي متفقين عليها، دي ما فيهاش فصال، ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا من هنا. يعني دي متفق عليها انا وانت من زمان، هو انا اقدر اتحرك من غيرها؟ عشان كده ليه مرات بنخش ياما بعنا واشترينا وسافرنا وجينا وجوزنا من غير ما ناخد رايه؟ بنروح له انت لما يحصل عندنا ازمه، زي التلاميذ في عرض البحر والريح حاجب. تخيل حضرتك لو الريح ما هكش والعواصف ما قامتش، التلاميذ هيروحوا للرب يقوموا من النوم ويقولوا قوم اما يهمك ان انا نهلك؟ عشان كده مرات الريح بيظهر قد ايه علاقتنا بالرب عميقه ولا سطحيه. امين. لكن الله صوته دائم ويومي، والمفروض ان انا اسمعه كل يوم. ودايما اقول للامانه يعني، وبرضه مشكله كبيره عندنا يا دكتور، ان احنا بنفرض انه ربنا يكلمنا بطريقه معينه. طريقه الله عنده الاف الطرق، ممكن يكلم قلب بطريقه ويكلم حضرتك بطريقه مختلفه، لان الله غير محدود فطرقه غير محدوده. يتكلم بصياح الديك، يتكلم من خلال العاصفه. حلو. يتكلم من خلال جب الاسود، يتكلم من خلال الموت زي العاصفه. الله عنده طرق رهيبه جدا 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 جدا. يعني واحدة من الطرق الجميلة، واسيب الحديث لحضرتك ودكتور ناجي، بحبها قوي في بطرس الأولى 3:19، بيقول إيه؟ بيقول بهذا نعرف أننا من الحق ونسلك في طرقه. أنا حافظ النص ده عن ظهر قلب لأن الله كلمني بيه كتير. يقول لي بقى، لأنه إن لمتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. إيه موضوع لمتنا قلوبنا؟ قال أنه طالما الروح القدس هو اللي ليه سيادة على قلبي، أول ما ربنا يديني سلام داخلي، سلام داخلي وأنا خاضع قلبي بصوم وصلاة في موضوع معين، السلام الداخلي ده إشارة من الرب. طب إن لمتنا قلوبنا، الله أعظم من قلوبنا أي له سلطان على قلوبنا. أنا بستغرب على مؤمنين تبقى الإشارة حمراء ويعدوا ويدوسوا ويكملوا، ومؤمنين ربنا فتح الإشارة معاهم والإشارة خضراء وعندهم سلام داخلي. واحد يقول لك إيه؟ أنا مع انه ربنا ما كانش مريحني للموضوع. طب لما ربنا ما ريحكش ليه مشيت فيه ليه؟ واحد تاني يقول لك ايه؟ انا ربنا كان مديني راحه ما اعرفش ما خدتش الخطوه دي ليه؟ ما خدتهاش ليه؟
ده سؤال مهم. الله يتكلم من خلال السلام الداخلي. آمين آمين. كمؤمنين لما يدين الرب راحة ولما يقفلنا الرب، لما الرب يقفل الباب يبقى عايز يقول حاجة. صحيح. آمين آمين. ربي باركك دكتور. ابقى معنا من فضلك حتى تتابع مع حضرتك بعد قليل. معنا الأسيس الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل من مدينة من ولاية بيرث من أستراليا. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس يوسف. أهلا بك أسيس جود. ربنا يبارك حضرتك، شكرا للتواصل. تعيش حد أسيس. وأنا بتصل طبعا يعني بحيي ضيوفك الكرام والبرنامج الرائع. ربنا يبارك حضرتك. كل الحلقات، والنهاردة حلقة مميزة جدا لأنه بتمس بجوانب عملية. نعم. وكل المؤمنين في كل مكان بيحتاجوا أنهم يسمعوا الكلام الجميل جدا اللي سمعناه النهاردة. صحيح صحيح. ربي باركك ربي باركك. منحب نسمع من حضرتك تعليق. أنا مش هضيف حاجة حد أسيس. أنا بتصل أقول يا ريت تعملوا لنا حلقة تاني بنفس الضيوف دول ونسمع أكتر وأكتر، لأنه يعني وقت البرنامج صغير لموضوع جميل محتاجين نسمع فيه تاني. ربي باك. لكن ربي باك. لو استأذنكم أقول ملاحظة عملية بسيطة جدا متواضعة. تفضل حضرتك. هو يعني من زمان احنا عارفين الحكاية دي، انه في ثلاث حاجات لما نحطهم على خط مستقيم ويبقوا ماشيين مع بعض، ده ممكن يكون يعني طريقة سهلة تعلمنا او يعني تخلينا نفهم ونميز صوت الرب، واحنا فعلا هل ماشيين بحسب مشيئته ولا لا. الموضوع الحلقة النهاردة نميز الصوت، يعني زي ميز، لان في زي ما كان الاسيس ناشد بيتكلم في يوحنا 10 في صوت الغريب اللي الخراف مش بتسمعه، لكن انا من حقي لاني من الخراف من حقي اسمع صوت الرب، خرافي تسمع صوت. فهقول بكل اختصار واسيب المجال للضيوف الكرام بيكملوا الكلام الحلو الرائع. اتفضل. التلات حاجات السهلين البساط قوي، راحة داخلية، يبقى عندي راحة داخلية. ده اللي في النقطة دي، راحة الرب بيدهاني في داخلي، امر في جوايا. نعم. وحاجة كمان خارجية، ظروف خارجية. نعم. لازم تكون ماشية مع الراحة الداخلية. مش حاجة عكس التانية. نعم. وكمان لازم تكون في موافقة سماوية وإعلان من السماء، إعلان صوت واضح من الرب، هذا هو الطريق اسلكوا فيها. لازم أسمع صوت الرب. طبعا كل واحد طرق مختلفة بيسمع فيها صوت ربنا، كل واحد متعود، بس بعتقد كل مؤمن بيبقى عارف يقدر يميز فعلا ده صوت الرب ولا لا. وأذكر مثال عمل يا حضر أسيس. تفضل. عن يعقوب. يعقوب كان لما يوسف بيحلم الأحلام في تكوين 37، الكتاب بيقول إنه أخواته حسدوه. يس. أبا أبوه فحفظ الأمر. يعني كان جواه حاجة من الأحلام دي، لا ده في حاجة هتحصل. فلما جه ينزل مصر، أو بعتقد يعني إن هو اتذكر الأحلام. يس. لما جم أولاد يعقوب اخوات يوسف وقالوا له الرجل سيد الارض كلها ومتسلط على كل ارض مصر، وحكوا له كلام عظيم، وشاف العجلات وشاف بنيامين اللي كان محمل بهدايا كتيره. يس. فقال لا ده موضوع مظبوط، يعني هو عنده حاجه من زمان افتكرها وشاف حاجه خارجيه، العجلات اللي شافها استند عليها، لكن عمل استند عليها، لكن ما اكتفاش بالحاجتين دول. حد اسيس. يس. في 46 يقول فارتحل إسرائيل إلى بئر سبع وقدم ذبائح واستمع من الرب وذبح ذبائح فعلا. نعم. وسمع من الرب رسالة واضحة مباشرة لا تخف من النزول إلى مصر. لو حطينا الثلاث حاجات دول على خط مستقيم هو ثلاثة أحسن، لأنه الكتاب بيقول الحبل المسلوس لا ينقطع سريعا. يعني لو عملنا ثلاثة يبقى أفضل. الرب يبارك. الراحة الداخلية أو الحاجة اللي جوايا اللي أنا يمكن ربنا كلمني بيها زمان عن رؤية أو عن خطة أو عن حاجة معينة ربنا هيرسلني بيها، إرسالية معينة أو خدمة معينة، وبعدين بشوف الظروف الخارجية المناسبة، وبعدين بسمع الكلمة النهائية، الختم الإلهي على الخطوة اللي أنا عايز أعملها دي، فوقتها أقدر أتحرك. حضرت الأسيس. أنا بشكر رب من أجل النقاط اللي حطيتها، لأنه بقدر اشهد عن الامر، يعني بس لي حتى ساعد غيري
كان الرب يعطيني اعلانات قبل ما ابتدي بخدمه اني اكون خادم اخدم الرب وارعى رعيه المسيح، ان كان في كنيسه محليه او فيما بعد الامور العالميه. بس كان الرب يعطيني اعلانات وانا مش عم بقدر استوعبها بوضوح، لكن لما ابتدت تتحقق الصوره فهمت الاعلانات. وده كلام رائع جدا من حضرتك، ده بيساعد الكثيرين انه ربنا يثبت الكلام بالايات التابعه، وايضا يعني يوضح الصور المعلنه قبلا، ان كان رؤى او حلم او اعلانات معينه. احيانا بيجي خادم مثلا بيتنبأ على شخص معين بانه سيكون في خدمه معينه. ناس كتير هلا حاليا بيتنبأ، وحضرة الأسيس بيتنبأوا بسرعة بس يعني بدون مسؤولية، وفي ناس مملوئين من روح الرب ونبوءاتهم بتكون فعلا في مكانها وبتتحقق بالتمام. ففعلا موضوع رائع جدا أسيس، نشكر رب من أجل حضرتك. ثلاثة يعني، عشان لو واحدة ما ظبطتش مش معقولة الثلاثة هيظبطوا. صحيح. فنتأكد ان الثلاث حاجات دول موجودين وماشيين مع بعض مش رب عكس بعض. ربي باكك. أشكر رب من أجل حضرتك أسيس، أشكرك. ربي يبارككم، وأنا مستمتع جدا بإني أسمع قدام الرب. نشكر من أجلك، ونحن استمتعنا جدا بكلامك، حيا كلام ملموس وممسوح من الله. ربي يبارك يا أسيس، أشكر الرب من أجلك. حضرة الدكتور ناجي تأخرنا عليك قليلا، سمحنا شوية. عم تسمعني حضرتك؟ ربي باكك. طيب في نقاط يعني الأخت نهال I think بتصور هي قالت أنه بعض الأشخاص اللي بيكونوا خارج حدود الإيمان هو ربنا بيتكلم معاهم، هل وحضرتك علقت على الموضوع ده، وأنا يحضرني يوحنا في الإصحاح السابع لما الفريسيون رجال الدين أرسلوا بعض الخدام ليمسكوا المسيح، راحوا سمعوا كلامه وفرحوا بكلامه جدا ورجعوا قالوا لهم ليش ما مسكتوه، قالوا لهم لم يتكلم إنسان قط هكذا مثل هذا الإنسان. يعني فهموا الخدام وهم خدام لرجال الدين اللي كانوا ضد المسيح، فدول كانوا مش من تلاميذ المسيح، لكن استطاعوا أنه لأنه كانوا مخلصين استطاعوا أنه يفهموا أنه في موضوع هذا الشخص مش متكلم حد زيه. يعني زي ما تقول كانت حتى إهانة لرجال الدين أنه أنتم لم تتكلموا مثل هذا الإنسان، أي مثل هذا يسوع الناصري. فالله بيتكلم، لكن أيضا مرحلة تانية وبدنا نعلق عليهم اثنينهم مع حضرتك. لما المسيح ظهر لتلاميذه كانوا على بحيرة طبرية وكانوا عم يتصيدوا بعد القيامة، لما صرخ لهم عن الشاطئ وقال لهم يا غلمان ألعل عندكم إداما، قالوا له لا، قال له طب ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. وبعدين لما وجدوا حالا يوحنا الحبيب أحد التلاميذ المقربين جدا للمسيح قال له لبطرس قال له هو الرب، فاستطاع بسرعة أنه يبتدي يحلل الأمور، واكتشف بسرعة أنه هذه البصمة الإلهية هي بصمة يسوع المسيح. فإذن في لمسات خاصة من الرب للنفس المخلصة تستطيع أن تميز، وكما قلت حضرتك أنه خرافي تسمع صوتي، المسيح قال خرافي تسمع صوتي وإلى ما هناك. تفضل من فضلك، أنا بسلمك الحوار على أي جانب بتريد تاخده، تفضل. هو طبعا أنا بأؤكد كلام حضرتك يا سي جون، إن الرب بيتكلم للكل. فالرب لما تكلم لشاول الترسوسي اللي كان بيقاوم المسيحيين، ولما هربوا من أورشليم أخذ رسائل علشان يقتلهم، وفي طريقه إلى دمشق عارفين إزاي الرب ظهر له. فالرب بيتكلم للكل، الرب ما عندوش تمييز، إحنا أولاد الله بالخليقة كلنا، لكن إحنا لازم نكون أولاد الله بالتبني بيسوع المسيح. فإحنا في العائلة الكبيرة عائلة الخليقة كلنا متساويين، لكن الله من عائلة الخليقة دي لأنها سقطت كان لازم أنها ترجع تاني وتبقى عائلة الله، ودي بتكون بالميلاد الثاني بالرب يسوع المسيح. لما بنبقى في العائلة الجديدة دي بنقدر نسمع صوت الله وبنقدر نعرفه، بس عايز أقول أن دي مش عملية معصومة. يعني مش معنى كده أن أنا النهاردة سمعت صوت الله ورحت أنفذ ويبقى ده خلاص، لا، ممكن أسمع وأغلط وربنا هيصلح لي. زي ما قلت في البداية في موقف يونان، لما سمع صوت الله واضح جدا اذهب إلى نينوى، لكن هو راح لاتجاه المعاكس، لكن في أصحاح 3 صارت كلمة الرب ثانية إلى يونان. فالرب مش يعني بمرة ومرات يتكلم إلينا
علشان يصحح المسار. صحيح. فعايز أقول لأي أخ أو أخت أحباء في الرب، إذا خدوا قرارات غلط ده مش نهاية الخط. يس. ده في حل تاني. افتح ودنك تاني واسمع لصوت الرب ثانية، وبكده نقدر نصلح المسار ونقدر نستمر خطوة ورا التانية. والحياة المسيحية هي تصحيح مسار طول الوقت. فأنا لو خدت قرار غلط لازم يكون عندي التواضع والخضوع لله إني أصلح القرار، وطول ما أنا بسمع صوت الله كل ما همشي في الطريق المظبوط. بس مش معناه إنه خط مستقيم كده عمرك ما هتعمل ولا غلطة. ده رأيي الشخصي. يس يس يس. ممكن جدا يكون في أوقات سمعت صوت الله غلط، لكن الله مستعد يصلح. أو أنا لو أنا مستعد وعندي طاعة هيصلح المسار وعلي أني أطيع وأمشي في الطريق مرة تانية. طيب خلينا نكون واضحين شوية يا دكتور، أنه أنا لما بسمع صوت الله مش بالضرورة يتكلم معايا كما كان يتكلم مع موسى، فأنا بسمعه بداخلي بالروح بإني يعني بيعطيني الإيحاء مثلا من دون ما أسمع صوت مميز كصوت يعني راجل أو أو امرأة، بل هو صوت إيحاء بالروح القدس وراحة وسلام كما سمعنا من الأسيس يوسف مثلا. بالضبط. هو ما هو صوت مسموع هيجيني في ودني. نعم. هو صوت هيجيني في عقلي وإرادتي، والصوت ده هيكون مبني على الحق الكتابي وعن نور اللي الله حطه في الكتاب المقدس وفي الروح القدس. ولو إني أنا سايب قيادة الروح القدس يقودني بالكامل، ساعتها هسمع بسنسيتيفيتي عالية، بحساسية عالية جدا لصوت الله. عارف يا سي جون، وانت بتتكلم افتكرت في خيمة الاجتماع في القدس ما كانش فيه شبابيك تدخل النور الطبيعي، لكن كان فيه ألواح ذهبية وكان فيه المنارة، فانعكاس نور المنارة على الأسطح الذهبية هي اللي بتنور المكان. فبنورك نرى نورا. فلو أنا عاطي القيادة لروح الله في حياتي وملتصق بالكلمة المقدسة الكتاب المقدس، ساعتها أقدر أعرف فكر الله، وأعرف فكر الله بالعشرة زي ما الأسيس ناشد قال لنا في الأول. لما يكون لي عشرة معاه، يعني أنا مش محتاج أسأل مراتي مثلا عن كل حاجة، لأن أنا عارف هي الخط بتاعها إيه، لأن إحنا عندنا عشرة عايشين مع بعض، فأعرف أراءها وهكذا. ده مثال بسيط، لكن اللي عايز أقوله إني لما يكون لي عشرة مع الرب هيكون عندي القدرة إني أسمع صوته وأعرف هو عايز إيه، لأن أنا عايش في مسار خطته طول الوقت. أشكرك جدا. طيب رح أرجع لحضرتك بعد قليل لو سمحت من فضلك. أسيس ناشد ربي باكك معايا حضرتك؟ مع حضرتك. نتحير أحيان أسيس أنه حضرتك عارف قصة بلعام العراف اللي كان شخصية طبعا. شخصية مشهورة في العالم القديم، ولما خرج بنو إسرائيل من أرض مصر بلاق بن بسور ملك مؤاب أرسل وراء هذا العراف وقال له تعال إلعن لي هذا الشعب وعملهم سحر وعملهم عرافة وحركات حتى ما يمروش بأرضي، لأنه يبدو عليهم أنه كتير يعني عدد غفير وحيلحسوا كل شيء كما يلحس الثور الخضرة. طبعا بلعام كان شايف حاله بيفتخر وبيردد العبارة الشهيرة اللي حضرتك تعرفها، أنه هذا الشخص يرى رؤيا القدير وهو مفتوح أو مكشوف العينين. فلكن بالنتيجة تبين أنه ده سمع كتير وعرف كتير، بس طلع جاهل وخاين بحق الإيمان. فممكن الله يتكلم حضرتك، يعني يتكلم الله مع ناس كتير وبعدين يتبين أنه هم يعني في ياخدوا مواقف سلبية جدا جدا رغم الإعلانات والكلام والتوجيه الإلهي لهم مثلا. ممكن يحدث هذا الأمر؟ حضرتك في نموذج في العهد القديم بلعام اهو، وفي العهد الجديد لما جم للرب وقالوا له كده ليس باسمك تنبأنا واخرجنا الشياطين وعملنا الرب قال لهم اذهبوا عني اني لا اعرفكم. في ناس في الحقيقه رغم ان الله حذرهم كتير لكن مش بيسمعوا لصوت الله ومستمرين. يعني انت يا بلعام ربنا كلمك مره واثنين وثلاثه ورؤى وكمان واحدة من ظهورات الابن الحبيب في سفر العدد 22 وآية 22. المسيح شخصيا ملاك الرب جه وقف قدامه. طب انت محتاج اعلان تاني ايه اكتر من كده؟ عشان كده ده موضوع خطير جدا جدا. زي اليومين دول لما ربنا بيكلم الناس
بكلام واضح جدا. يعني كانت الأخت نهال بتقول وليه المسيح بالذات، يعني ليه مش ده تعصب برضو؟ إذا كان كل يعني بعض الديانات ولما احنا بنقول احنا نحن لا نعبد ثلاثة آلهة لكن نعبد إله واحد لكنه حي بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه، يعني موجود بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه. فإذا كان هو الكلمة، طب وأنا هقدر أسمعه من غير الكلمة ده؟ إذا كان هو كلمة منه، إذا كان هو في البدء كان الكلمة، فاللي عايز يسمع صوته يسمعه من خلال الكلمة الحية المتجسد شخص المسيح. فحاجة مهمة جدا جدا، الناس بيسمعوا رسالة دلوقتي بيقول لك أدوه أنا جعلت أمامك الحياة والموت، لكن اختار الحياة لتحيا. ورغم هذه التحذيرات ناس مسيحيين بالاسم في البطاقة مسيحي فقط، وناس يمسموا تحذيرات ربنا لكن مكملين. يعني بلعام جه في الاخر قال لي انا نفسي اموت موتة الناس الابرار. طب ما انت فيدك الموضوع، طب ما انت فيدك ولسه عندك فرصة. وده اللي بوجهه لكل حد بيسمعنا دلوقتي، اذا كان نفسك تسمع صوت ربنا ويبقى لك علاقة معاه، طب ما الفرصة موجودة، ما تفتح قلبك. طب انا عندي نداء لكل واحد بيسمعنا النهاردة، اللي اخطر منك تسمع صوت في مشكلة أو صوت في زواج أو صوت في موضوع معين. أنا نفسي أسأل سؤال، أنت لو غمضت عينك دلوقتي تروح فين؟ مش ده برضو موضوع خطير يستحق أن احنا نقف عنده؟ لو المسيح جه النهاردة روح فين؟ أنا بنادي على كل حد بيسمعنا النهاردة، هل يا ترى أنت لو غمضت عينك النهاردة هتكون في السماء مع المسيح ولا تقول الله أعلم؟ يا سيد جون اللي مسافر رحلة يومين بيعمل حساب يومين، اللي رايح مصيف أسبوع بيعمل حساب أسبوع. لو أنا مسافر أمريكا أو أستراليا شهر للخدمة بعمل حساب شهر، ما بالك اللي مسافر أبدية يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ عشان كده أنا بناد على كل حد بيسمعني. وللأمانة قبل ما تختم البرنامج نفسي أقول تعبير مهم جدا، أهمية كلمة الله في سماع صوته. الله قال لنا كل ما على قلبه في الوحي. كلمة وحي يعني أنفاس الله. أنا لما بقاعد هذه أنا بسمع أنفاسه في وداني وأنا بقرأ كلمته. ونفسي أقول تعبير، ده مش فلسفة بس تعبير يفرق، فرق في حياتي ويفرق في حياة الناس. كل ما تكلم الله فيه في الكتاب المقدس لا نسمع فيه صوت من الله. تاني، كل ما تكلم الله فيه في الكتاب المقدس لا نسمع فيه صوت من الله. على سبيل المثال دي مش فلسفة، يعني الله قال لا تكونوا تحت النير مع غير المؤمنين. قدام شخص غير مؤمن متقدم لي واقعد اصلي واصوم، فكرك ربنا هيرجع في كلامه؟ فكرك ربنا هيعمل لي قانون خاص؟ ربي باكر. عشان كده مهم جدا كل اللي ربنا حطه في الكتاب ده صوته، ده صوته الدائم، عشان كده دي انفاسه. كل ما تكلم فيه الرب في هذا الكتاب احنا نخضع لكلامه. ما تتجوزش غير مؤمن او غير مؤمن، اخضع لكلامه. يعني في امور محدده حددها الكتاب. انا منفع النهارده بنركن الكتاب في حاجات كتير، في زواج مثلي، في طلاق مع الرب قال انه الطلاق لا يوجد الا لعله الزنا. طبعا احنا مش بنقدر نقول الكلام ده لانه بيزعل الناس، بس الكتاب الرب بيقوله. عشان كده كلمه الله ستظل حيه وبقية إلى يوم مجيئه، اللي عايز يسمع صوته يقعد قدام كلمته. يا ربي باكك، ربي باكك. يعني باختصار حسب ما عم تقول حضرتك إنه ربنا اللي قاله قاله، فأنا مش عايز أقله يعني أنا مش هيرجع فيه. هقول لك حاجة خليك معايا من فضلك. مرة في أخ هو يعني هو شوية كان مهضوم وأحيان يحكي عليك شغلات غريبة، كان معايا بالسيارة ورايحين على الكنيسة، فعم بيخبرني شغلي. قال لي وأنا وقفت بموقف معين وقلت يا ربي يا ربي بكذب يا ربي بكذب يا ربي في الأمر ده حتى أخلص الموضوع. قلت له والرب قال لك كذب؟ هو سكت طبعا. قال لي طبعا لا. قلت له لكن ليش عم تسأل نفسك وعم تسأل الرب بكذب يا ربي بكذب يا ربي؟ في أشياء بسموها مثل ما حضرتك عم تقول هي مسلمات، من المسلمات، مش ضروري اقعد اصوم واصلي وقال له يا رب بزني ولا ما بزنيش، بكذب ولا ما بكذبش، بعمل كده ولا ما دي امور مسلمات، لانه الله اعلن كما قلت حضرتك اعلن فكره في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس هو فعلا كتاب مقدس لانه طاهر جدا جدا. وعلى فكره بعد كم اسبوع لاحبائي رح يعني اعلن انه رح نعمل حلقه للناس اللي بيقولوا انه بالكتاب المقدس في افكار فيها زنا وفيها نجاسات وفيها وفيها، فتابعونا بنعمه الرب يسوع المسيح بالحلقه اللي هي اثينك بتصور الحلقه الجايه
تصور بالحلقة الجاية بنعمة رب، لكثرة الحلقات ضاعت من راس التواريخ، بس على ما أظن الحلقة الجاية بنعمة رب حيكون في حلقة خاصة في الموضوع ده، وحلقة من أخطر الحلقات، فتابعونا وأرجو من المؤمنين والمؤمنات أن يصلونا، لأنه موضوع كتير مهم حتى يستد كل فم اللي بيحارب كلمة الله في الكتاب المقدس. حيكون معنا بنعمة الرب خادم الرب المبارك الأخ عياد ظريف، الأخ عياد ظريف من الأخوة الحلوين اللي يعني يحرثون في كلمة الله، وبعض المكالمات من بعض الخدام كآراء متنوعة مع الأخ الخادم عياد ظريف. شكرا أسيس ناشد، نشكر رب من أجل حضرتك. رح بأخذ التعليق الأخير من الدكتور ناجي ونختم الحلقة. الرب يباركك دكتور ناشد على الأفكار الحلوة. أنا بشكر الرب فعلا 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 بشكر الرب من أجل حضرتك، أشكر الله من أجلك. الرب يباركك، الرب يباركك. سلام سلام دكتور ناشد، سوري دكتور ناجي، الرب يباركك. معايا حضرتك؟ أهلا، أيوة معك ربي باك دكتور ناجي. طبعا أنا يمكن حابب أختم بالأفكار دي. الفكرة الأخيرة اللي بدي أتكلم معك مع حضرتك عنها، عن كلام الرب لحنانية اللي أرسله إلى شاول الترسوسي، اللي فيما بعد شاول تاب وصار اسمه بولس الرسول، من أعظم القديسين والرسل في الكنيسة بحسب أعمال الرسل 9. بيقول كتاب مقدس أعمال الرسل 9:10 بيقول: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب طبعا: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي. يعني ابتدى يصلي ويقول له: يا رب افتح لي عيني، لأنه رأى المسيح والنور، نور المسيح عماله عيونه من شدة النور. وبيقول: وقد رأى هذا الشخص، يعني بولس اللي هو شاول، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، عن شاول، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، اضطهد المؤمنين في أورشليم كثير يا رب، وهو هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك يا رب يسوع. فقال له الرب يسوع: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانية وراح إلى شاول وصلى عليه وفتح له عيونه باسم الرب يسوع وإلى هناك. فمنشوف السيس دكتور داجي أنه الرؤية كانت واضحة جداً، مش زي ما تقول تهيؤات مثل بعض الأشخاص، والرب كان كلامه واضح ودقيق وقال له: شاول شاف كذا وكذا، وانت كذا وكذا وكذا. فرغم صعوبة الموقف دكتور ناجي، نفذ حنانية المأمورية لأنه كان عارف ده كلام الرب، لأنه لو لم يكن متأكدا من الأمر لراح لذهب إلى شاول وشاول ذبحه، لأنه شاول كان يضطهد المسيحيين جدا جدا. فياريت نركز آخر نقطتين، أنه لما بيكون في إعلانات واضحة مهما كان الأمر صعب المؤمن يطيع. يعني رسالة الرب عندما تكون واضحة كل العواقب نرميها على الرب والمسؤوليات كلها على الرب ونحن نطيع. فتفضل من فضلك تعطينا التعليق الأخير من هذا الجانب ونختم الحلقة من فضلك. شكرا يا سي جون. الحقيقة ده من أروع الأجزاء في كلمة الله. إحنا ما بنسمعش عن حنانية في الكتاب المقدس غير في هذا الجزء. نعم. كان تلميذ للرب في دمشق، ده كل معلوماتنا عنه، مش أكتر من كده. لكن مستوى الطاعة اللي عمله هذا الشخص رائع جدا جدا، لأن شاول كان مشهور أنه بيفتك بالكنيسة، بيدمرها، بيموت الناس، بيحطهم في السجون. ولكن كان رده جميل جدا على الرب، يقول له: يا رب، أنا عارف أن الراجل ده مشكلة كبيرة، وأنه أني أروح له ده حاجة مخاطرة كبيرة. لكن لما الرب قال له أنه ده هيكون إناء مختار لي وهيشهد لكلماتي أمام ملوك ورؤساء وبني إسرائيل، فمضى حنانية. ده الحقيقة مثال رائع لإزاي نسمع صوت الله وننفذ صوت الله برغم الظروف. تخيل لو أني الله قال لك روح لواحد إرهابي، أسامة بن لادن مثلا لما كان عايش، روح بشر أسامة بن لادن، حاجة مرعبة مرعبة. لكن ده الموقف اللي كان فيه حنانية، لكن حنانية استطاع بكل طاعة أنه ينفذ فكر الله في حياته.
تخيل لو ما كانش راح وكلم شاول في الوقت ده، وشاول عرف الرب وبقى بولس واعتمد، تخيل كنا هنخسر بولس. بولس كلنا نعرفه والكونتريبيوشن بتاعه، الحاجات الكتيرة اللي عملها للمسيحية وانتشار المسيحية في أوروبا وآسيا الصغرى، والرسائل الرائعة اللي كتبها بالروح القدس. كل الثروة دي حصلت معتمدة على زيارة حنانية في دمشق إلى شاول. صحيح. تخيل لو ما كانش أطاع صوت الرب في هذا الأمر، السلسلة الكبيرة دي كلها كان هيبقى فيها حلقة مفقودة. طبعا الرب كان ليها كل طرق أخرى. صحيح. لكن أنا عايز أقول إحنا بنتشرف لما نسمع صوت الرب برغم العقبات والصعوبات، إن إحنا ننفذ هذا الصوت، وده بيكون بركة لينا وبركة لخطة الله الكبيرة اللي إحنا مش شايفينها. فالله هو الله اللي شايف كل حاجة، وإحنا علينا ننفذ الأجزاء الصغيرة اللي بتطلب مننا وننفذها مظبوط جدا جدا، لأنه بيها بتتم فكرة الله الكاملة. آمين. فحنانية مثال رائع للشخص اللي سمع صوت الله، اللي تناقش مع الله وقال له يا رب دي في مشكلة. ما الرب عارف إن في مشكلة، فمن حقنا إن إحنا نقول يا رب أنا الأزمة اللي الطلب اللي بتطلبه مني ده ضخم قوي، لكن في نفس الوقت يكون عندنا القلب المطيع. فمضى حنانية وذهب إلى زقاق المستقيم وقابل شاول، وشاول عرف الرب وأصبح الرسول بولس العظيم. أشكرك جدا دكتور، الرب يباركك، نشكر رب حضرتك بركة جدا رائع جدا، ونشكر رب من أجلك، عميق في الكتاب وأفكار حلوة، وفعلا بيستطيع الإنسان اللي يسمعها أنه يفهمها ويتقبلها. أشكر الله من أجلك ومن أجل الأسيس ناشد، فعلا يعني حلقة حلوة، أصلي أن تكون هذه الحلقة بركة للجميع، والرب يستخدمكم أيضا وأيضا. شكرا دكتور، إلى اللقاء إن شاء الله بنعمة الرب بموضوع آخر إذا الرب سمح. أحبائي طبعا فيما أنا أختم بنعمة الرب الحلقة، الروح القدس حط على قلبي هيدي الآية المكتوبة: إن سمعتم صوته، أي عندما يتكلم الله للإنسان، فلا تقسوا قلوبكم. ليش؟ لأنه ممكن الإنسان يسمع صوت الله للتوبة وقبول المسيح الفادي المخلص اللي مكتوب عنه بكل النبوءات، عن أنه المسيح سيأتي ويقدم نفسه ذبيحة بجسد الإنساني الذي يأخذ لنفسه من العذراء مريم. فلما بتسمع الله عم يتكلم إليك أنك لازم تتوب، بعدك مش مؤمن، مش مسلم حياتك للمسيح، توب اليوم، لأنه اليوم يوم خلاص، اليوم يوم مقبول كما يقول الكتاب. قل له يا رب يسوع أشكرك لأنك كلمتني، أنا أريد أن أسلمك حياتي باسم الرب يسوع، خلصني واعطيني حياة أبدية باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معاكم.